يا هلا وياكم مصطفى كمكاسي، واهلا بكم في فيديو اليوم. قبل ما نبدي لا تنسى تخلي لايك واشتراك وشير، ما باقي شيء ونوصل 3000 مشترك، فشدوا الهمه شباب وشيراتكم وتعليقاتكم وحبايبكم. المهم عندنا رياكشن على تراك ارض كنعان، الرابر اسمه جنايني، اول مره يعني اسوي عنه رياكشن، وهذا الشخص انطلب من عندي انه اسوي عليه رياكشن. راح اخلي لكم التعليق مالته، مات الشخص اللي طلب من عندي اسوي الرياكشن، فخلينا نسمعه وان شاء الله يكون حلو. هو عن القضيه الفلسطينيه، فخلينا نشوفه ونسمعه يعني. هذا التراك اسمه ارض كنعان، جنايني، فلسطين من اريحة شرق القدس للعالم. حلو. ترجمة كروكي معاني كلام ما اعرف، ها مترجمها بالانجليزي. طبعا ما اعرف جنسية هذا الشخص شنو لحد الان. التراك نازل قبل 7 ايام، فخلينا نسمعه. ليتس جو. سلم لي رجع الزمن، اهم حاجه الوعي، ما كيب كونشس مان. الوعي هو الارث الحقيقي اللي باقي لما تخونك الجغرافيا ويخونك. سلم لي رجع الزمن، اهم حاجه الوعي، ما كيب كونشس مان. الوعي هو الارث الحقيقي اللي باقي لما تخونك الجغرافيا ويخونك التاريخ. ايه اسمهاش تل ابيب وصل الم... كلمات جميله، خلينا نحس ان نبدي نسمع. طبعا راح اوقف كل شويه لان هذا اسلوب اعتقد اعجبكم اخر فيديو، انه اوقف كل شويه واسولف. محتل غريب لم ولن يعيش في يافا ولا في جلباب ابي الشيخ مونس اولى بيه، دي مش تل ابيب وده. اول شيء هذا اعتقد همين رابر مصري، ومن هسه مبين ان الكلمات قويه. دي مش تل ابيب مش تل ابيك، دي الخريطه وده التاريخ، هناك تلاقي بير السبع وده الخليل، ودي غزه اهلا بيك في فلسطين. دي غزه اهلا بيك في فلسطين. انا من اريحة شرق القدس بيت المؤمنين النصر. انا من اريحة شرق القدس بيت المؤمنين، ربيت العضرة دي نابلس ودي جنين، ربك موجود صمد شاهد على اللي حصل، من نقب لحدود سفر، شمال جنوب وسط، واحنا مش قليلين، ده وهم حطوه في راسك. هي درس جغرافيا هذا ولا ايش؟ يعني قاعد يذكر هواي مناطق، على عيني على راسي كلها مناطق فلسطين. بس ربك موجود صمد قبل الوصول سفر، قبل 48 قبلنا تانية ويزرعين، ام خالد شربت من مركبنا عامرة وزراعين، من قبل حتى عين جالوت، قبل حطين، من قبل صلاح الدين، اقول لك قبل اجنتين، عند الرملة في بيت جبريل فجأة نقوم من فجرين، اهلا بيك في فلسطين ارض كل العالمين، بيت شمس المؤمنين. لحد الان انا اشوف تراك يعني مو بالتوقعات اللي توقعتها. لان الشخص اللي قال لي كتب التعليق سوي رياكشن على ارض كنعان، كتب لي 3 مرات ورجع كتب لي على غير فيديو. بكل لغات اهل الارض زي ما قال تميم، فيها الزنج والافرنج والقبجاك والصقلاب والبوشناق والتتار والاتراك واهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، وفيها كل من وتاثر بفبرك التاريخ. هنا بده يحكي عن الاشخاص اللي سكنوا فلسطين قبل اليهود، فبيها كل اصناف الاديان موجوده وسكنتها وهاي الاشياء. يعني انا اشوف هاي الاغنيه يعني تاريخيه، يعني مو مده تحكي عن القضيه الحاليه، بدها تحكي عن تاريخ. يا ريته كان قرا، يا ريته ساكن في الجغرافيا، لا ده بيته كان برا، بنيته مقبره تدفنوا فيها انتوا، اعتديتوا كم مره بيته من. واو واو واو، هنا 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 اعتقد لقيت ال... يا لا ده بيته كان برا، بنيته مقبره تاريخك والفجار هنا نساكوا فيها كل من وتأثر بفبرك التاريخ، يا ريته كان أرى، يا ريته بفبرك التاريخ، يا ريته كان أرى، يا ريته ساكن في الجغرافيا، لا ده بيته كان برا، بيته كان برا، مو بفلسطين، بنيته مقبرة تدفنوا فيها انتوا، اعتديتوا كم مرة بنيته مقبرة انتوا،
أقف في الجغرافيا لا ده بيته كان برا بنيته مقبرة تدفنوا فيها انتو اعتديتوا كم مرة انتو اعتديتهم كم مرة صدق كمية الاعتداءات الصهيونية على فلسطين بيته من ورق انتو حقيقة مزورة مش أشكالون دي عسقلان ودي آه مش أشكالون عسقلان بيسان الحدوتة من زمان من عند نوح هنا أنا دي يقولهم هاي الأسماء المدن قبل ما يغيروها أشكالون ما أدري هاي الأسماء مالت اليهود فقولهم هاي أسماء الحقيقية وسام حتى ما يغيرون إبراهيم حكاية الإنسان زمان من عند نوح وسام إبراهيم عليه السلام حكاية الإنسان لساني عربي كان عاني غرضي إنسان لساني عربي كان عاني غرض إنساني أنا آسف إني بغني وإخواتي بتعاني أنا ضد ركوب الموجة بس أنا آسف إني بغني وإخواتي بتعاني أهني على هذا اللاين أهني صدق الناس تعاني وهذا الأشياء بس أنت أنا أقول كل شخص يقدم رسالته بالطريقة اللي يقدر عليها الرابر عن طريق الراب والمغني عن طريق الأغنية والرسام عن طريق لوحته فكل واحد عنده طريقته اللي يوصل بها الرسالة لأهل فلسطين ونصرتهم دي أقل حاجة قدامي أن أنقل الأولاد كيلي شيء من الوعي ولو في أغاني الخريطة اللي في زماني كيوردز للحق شفتوا نفس ما أنا قلت وحكاها هاي أقل حاجة ممكن يسويها حقيقة والمعاني مش هداري لمعاني بكلمك من مصر أم الدنيا بنت النيل فانت كلمك من مصر فاهم انا بقى مين مش هتفرق انهي جيل انت ضد الانسانيه التقل لا لقيت القافيه دي في نيلي ده جوجل كلمه يريده جوجل كلمه يريده ايش دخل ماما رغم الدمار الورد يعيش الوقت يعيد جوجل عبد الوهاب سيري وادوارد سعيد في حاجه اسمها مقاومه وحاجه اسمها ارهاب في حاجه اسمها صهيوني غير يهودي ابن كتاب في حاجة اسمها مقاومة في حاجة اسمها إرهاب في واحد اسمه صهيوني في واحد اسمه صاحب كتاب حاجة اسمها مقاومة وحاجة اسمها إرهاب اسمع. في حاجة اسمها صهيوني غير يهودي ابن كتاب غير يهودي ابن كتاب صدق اليهودي انت ما عندك مشكلة وياه اذا هو عايش بعيد عن ارضك اوكي لكم دينكم ولي ديني بس لما يقتلك ويصير إرهابي فوقك وهذا فهاي الفرق بين المقاومة والإرهاب هم الإرهاب وإحنا المقاومة حماس المقاومة أرض الله أساسها الجيرة والسلام وفي كره وفي دناوة أي والله في دناوة اللي يقتلون أطفاله يقتلون ناس عزل ما عندهم سلاح هاي الدناوة في نيابة وفي كلاب اي والله اساسها الجيرة والسلام هسه خلينا نحطي رأينا بالاغنية انا شفت اخر شيء تقريبا بالدقيقة الثانية لحد نهاية الاغنية كان يعني التراك بيروح قبلها كنت أنا أشوفه إنه هو مجرد يذكر أشياء تاريخية وما يشدك التراك إنه مثلاً إحنا سمعنا كل التراكات اللي عن القضية الفلسطينية يخليك إنه أنت بكامل عواطفك وكامل إنسانيتك تنسجم ويا التراك هذا أنا ما حسيته هيك لحد آخر دقيقة اللي هي الدقيقة الثانية فيعني انا اشوف ان هذا تراك كان ناقصه شويه تعديل وشويه يعني اهتمام بي وهو من ناحيه انه قلت لكم تاريخ قوي هو حكي اشياء تاريخيه وحكي اشياء عن القضيه الفلسطينيه وقال لك كل الفرق بين الارهابي والمقاوم وبين المحتلك وبين اللي صاح أو كتاب اللي أو ابن كتاب مثل ما قالها بالكلمات الصحيحة المهم فتراك أنا أشوفه إنه جميل وهو إحنا أي شيء ندعم أي شيء إنه عن قضية فلسطينية فكل الدعم للجنايني وأتمنى إنه يعني أسمع منه تراكات أقوى وأقوى وعاشت إيدك الجنايني ف
ماكو بعد يعني في شيء اقدر احكي عن التراك، فاتمنى عجبكم الفيديو، واذا عجبكم تخلونا لايك واشتراك وشير، وتخلونا اهم شيء تعليقاتكم. ممكن انتم تختلفون وياي بالراي، ف انتظر تعليقاتكم بالجوه. فمع السلامه، في امان الله، باي باي.